غفر الله تقصيراتهما أم. عثمان، لماذا أرسلت أخاك وزوجته بعيدا عثمان؟ ماذا فعلت يا عثمان؟ ماذا فعلت؟ أيا من كان الذي أطلقه، حكما متجاوزا أمري سوف يدفع الثمن. سلمت يدا من فعل ذلك. الحكم الذي لم تطلق أطلقه من قطع رأس غوندوز. تحققت العدالة الآن سيد عثمان. سيد تورغوت، سيد عثمان، إلزم حدك. أنا كنت سألزم حدي لو التزمت بالعدالة، لكن لا، أنت ستعادي من قام بالعدل. حتى أخبرني إن كنت أكذب. وقفت خلفك وفقدت محاربي، سرت في طريقك، فقدت زوجتي وطفلي، هل تعرف ماذا بقي لي على يدك؟ دماء أحبائي. لا تؤاخذني سيد عثمان، لقد تم إغلاق حسابي. أنت لا تعرف ماذا تقول من شدة غضبك. ليهدأ غضبك أولا وبعدها سنتكلم. اذهب الآن يا أبطال، سنعود إلى قبيلتنا. وظيفتنا هنا قد انتهت. هيا. سيد عثمان، ليذهب من يذهب، سنجدد الدماء. أنا وقبيلة الكيزيل تحت أمرك. خرجنا للطريق مع من ليسوا شجعانا. أدامك الله باركي، أدامك الله. قلبنا صلب وقبضتنا قوية، نحن معك. هل اشتعلت نيراننا يا كورنيليا؟ وبشكل جيد جدا سيدي. كوسيس وتورغوت وقفا أمام عثمان الذي ترك أخاه الوحيد غوندوز. وحدتهم تفككت من أعماقها. ممتاز، الآن حان الوقت لرمي حطب أكبر إلى النار. ما هو هدفنا الجديد؟ عثمان سيضع العديد من المحاربين خلف إيفاز، إنه يحمل السيوف. يجب أن نقف أمامه، يجب أن نمنعه، يجب أن لا يقوى عثمان، يجب أن لا يأمل، ولا يجب أن يبني أحلامه. التفاحة الحمراء. الأتراك يصبحون خطرين عندما يبنون أحلامهم. لن أترك هذه الأرض للمسلمين. سنطردهم من هذه الأراضي وسنسيطر على أرضنا المباركة مجددا. ستسيل دماؤهم بقوة وغزارة في هذه الأرض. سأجعلها قبوراً لهم وأخنقهم بدمائهم
وقد رحل، رحل ابن السيد أرطغرل الكبير، يموت منفيا في الجبل. لقد رحل. كلهم في المكان الذي يستحقه. قصص فعل الصواب يا أختي. هل كان سيذهب جندوز هكذا؟ هل هكذا كنت سأودع أولادي؟ يكفي يا أمي، ألا ترين خلف من تبكين؟ قتل الكثيرين قبل رحيلهما. يكفي يا مالون، أساساً أمي حزينة، لا تضغطي عليها أكثر. أمي، بال ابنتي، لقد ذهب، لقد ذهب ولدي كوندوز وذهبت عائشة. لا أقصد السوء يا أمي، لكنني أأسف على دموعك. أنا أعرف، لن يفعل ابني كوندوز، لن يفعل هذا. لقد قتلوا أبنائي بلا سبب، داخلي يحترق يا ابنتي. سيدة مالون، أمي محقة، وأنا لم أصدق ما سمعته أيضا. إنه جوندوز وهي عائشة. ألم تري كل ما فعله لنا؟ ألم يخضع السيد جوندوز للسيد عثمان؟ تقولين هكذا بسبب ألمك، ثم ألا ترين حالة أمي؟ بالا، قولي لي، هل شيخي بخير؟ أرجوك ابنتي، أخبريني. كمرال عبدال معه يا أمي. يا أبطال، الراعي أكشا كان يجهز الأسلحة للحرب، لكنهم قتلوه. الشيخ أديب علي كان ينير دربنا، فقاموا بمهاجمته، والسيد أمور كان قادما لدعمنا مع جنوده، فجعلوه شهيدا. الآن السيد إيفاز سيهاجمونه مثل السيد أمور، لكننا سنخرج خلف السيد إيفاز. بوران سيدي. بايسونغور سيدي. جاهزا أسرع أحصنتنا واملأ الصناديق بالسهام. تحت أمرك سيدي. أمرك سيدي. ماركين، وأنت تعال معنا، سيفرح السيد إيفاز لرؤيتك. لم أحمي عمي، لكنني سأحمي حماي. سيد عثمان، موت السيد جوندوز هزنا. أريدك أن تعرف، ربما خسرت أخا، لكن كسبت آخر.